قديمه جدا جدا، مش لازم هي مش مرتبطه بشكل مباشر بالسيول، ولكن اسقف خشبيه مباني مضى عليها 100 سنه و120 سنه صدر لها قرارات ترميم، فكنا بنناقش ايضا ما هي البدائل التي سنتاحها للاسر الناجيه من هذه الانهيارات في العقارات. عندنا ثلاث عقارات فيها انهيار كامل واربع عقارات فيها انهيار جزئي، وبالتالي امس بلغنا وزاره الاسكان، ارسلت لجنه السلامه الانشائيه للمباني وصلت القاهره علشان تفحص المباني المجاوره للعقارات التي انهارت امس واول امس خلال الاسبوع. عندنا عقار في كليوباترا، عقار في اللبان، عقار في ابو قير، هذه العقارات القديمه المتهالكه اللي ليها قرارات ترميم وازاله، بعض الاسر عندها اصابات وبعض الاسر عندها وفيات، المحافظه قائمه عامله مكلفه وبتعمل جهد كبير في هذا الاتجاه. الدكتوره سعاد هتكلمكم عنه والسيد سكرتير عن المحافظه برضه يدينا فكره عنه، ولكن في لجنه وصلت من وزاره الاسكان، لجنه السلامه الانشائيه للمباني موجوده وبتشتغل مع لجان المحافظه وبتعاين هذه المنازل، ومستمرين في هذا الجهد طوال الاسبوع. يعني مديريه التضامن مستمره في حصر الاحتياج للمعاشات الضمانيه وزيارات للاسر المحتاجه في المناطق بالذات العشوائيه، وايضا المحافظه مستمره في جهد المنازل اللي يجب اخلاءها. انا عاوز اقول لحضراتكم وكلنا عارفين ان في مشاكل كبيره في الاسكندريه وفي محافظات اخرى في منازل محتاجه ترميم، محتاجه اصلاح، منازل بتمثل خطوره، والدوله بتشتغل الحقيقه بكل اجهزتها علشان توفر بدائل للمنازل اللي هي فيها خطوره باهمه. الموضوع ده محتاج كلنا نتعاون مع بعض. احنا عارفين ان الاسر بتبقى ساعات بتستصعب انها تسيب المنزل عشان مرتبط بمكان اكل عيشها ومرتبط بمصالحها، ولان الاماكن البديله ممكن تكون ابعد شويه. احنا ممكن نقول الكلام ده لما ما يكونش في خطوره على الحياه. لما يبقى الموضوع يصل بخطوره على حياه الناس يبقى احنا لازم كلنا نتعاون مع بعض، لان مفيش اغلى من حياه الانسان، فلازم نتعاون مع المحافظه ونحاول بكل الطرق ان احنا نوجد البدائل، والمحافظه تشتغل والوزارات المعنيه تشتغل معاها في هذا الموضوع.